ونروح لكرة القدم طبعا، ودايما اخبارنا بتبقى حاضره. الحقيقه الخبر اللي هنبتدي بيه خبر مش حلو اكيد لكل الاهلاويه، وهو حسين الشحات نجمنا نجم كره القدم الحقيقه بيعاني من شد خفيف في الخلفيه، وده الحقيقه اللي خلاه يخرج بره معسكر المنتخب ويرجع تاني عشان يبتدي يتاهل من جديد تحت قياده الجهاز الطبي في الفريق الاول لكره القدم، عشان يرجع تاني او يلحق مباراه سيمبا ان شاء الله المقرر اقامتها يوم 29 مارس الحالي. طبعا منتخب مصر الحقيقه في موقف، او فريق الاهلي بالذات في موقف الحقيقه لا يحسد عليه، انه طبعا مباريات منتخب مصر هتنتهي لو طلعنا في الفاينل يوم 26، وانت عندك مباراتك مع سيمبا في تنزانيا هتبقى يوم 29، يعني انت عندك 3 ايام للعيبه المنتخب مش هتلحق تريح طبعا، انت هتسافر يوم 27. فاذا حسين الشحات النهارده كان قرار سليم انه يكمل علاجه مع النادي الاهلي، نتمنى له ان هو يلحق ان شاء الله. احنا بنتكلم النهارده في حوالي اسبوعين يلحق، لو الشد شد خفيف لا حسين ممكن يلحق، ولكن طبعا ده محتاج منه تركيز اكتر، محتاج من الجهاز الطبي طبعا وضعه على الاجهزه اللي بتساعد على الالتئام العضلات بشكل كبير. ان شاء الله يعني يكون في خبر جيد، واكيد نقول لكم ان هو لحق مباراه تنزانيا ان شاء الله، او سيمبا في تنزانيا. يمكن اكيد اصابه الشحات يعني حاجه الحمد لله بسيطه، بس المهم التركيز في العلاج القادم ان شاء الله. يا كابتن هيثم.